كل عريس شايل عروسته على كتفه وبيرقص بيها قدام المعازيم في القاعة مش هتصدق اللي عمله العرسان في ليلة العمر. مقطع فيديو عمل حالة كبيرة من الجدل على منصات التواصل الساعات اللي فاتت لحفل زفاف 4 عرسان مرة واحدة، لكن المفاجأة في دخلة العرسان للقاعة. كل عريس بيدخل وهو شايل عروسته على كتفه في مشهد صادم للمعازيم. البداية كانت مع قرار 4 عرسان بحسب المنشورات اللي اتكلمت على الفيديو أشقاء. العرسان قرروا انهم يعملوا الفرح سوا، لكن المفاجأة كانت في دخلتهم في الفرح. الأربعة لبسوا نفس البدل، مش بس كده، ده كل عروسة لبست نفس فستان العروسة التانية. دخلوا القاعة في مشهد احتفالي، كل واحد من العرسان شايل عروسته على كتفه وبيرقص بيها قدام المعازيم. المشهد كان صادم ومفاجئ للمعازيم اللي ما كانوش متخيلين اللي عملوا العرسان، لكن بحسب المقربين فقالوا انهم من فرحتهم حبوا يعملوا حاجة مختلفة. كل واحد فيهم يشيل عروسته كنوع من الاحتفال، لكن كمان يلفوا بالعروسة قدام المعازيم. الأربع شباب بتربطهم علاقة حب كبيرة بالأربع عرايس، وانهم ما صدقوا اليوم ده يجي. اتدربوا على الدخلة دي طول الفترة اللي فاتت، لكن ما كانوش متوقعين انها هتطلع بالشكل ده، ولا ان الفيديو هيحقق الانتشار الكبير ده على منصات التواصل. وقالوا كمان ان الشباب قرروا انهم يدخلوا القاعة سوا، هم من عيلة واحدة، لكن مفيش تأكيد على كونهم اخوات ولا لا. الاربعة عملوا الفرح في نفس القاعة ودخلوا بالعرايس بالشكل ده، لكن كان الاتفاق ان كل عريس يشيل عروسته بشكل مختلف، يشيلها على ايده بنوع من الرومانسية مش اكتر. لكن المفاجأة كانت في تصرف العرسان اللي قرروا انهم يشيلوا العرايس على كتفهم ويلفوا بيهم قدام الكل. مقطع الفيديو حقق انتشار كبير على منصات التواصل وتداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، وقال المتابعين في تعليقاتهم ايه الجمال ده، فرحتهم حلوة قوي والله، ربنا يسعدهم، فكرة مجنونة لكن شكلهم حلو، واضح ان بينهم قصة حب، ربنا يهنيهم ببعض، ايه الجمال والشياكة دي. انا معرفش مين العرسان دي ولا الفرح ده تبع مين، حبيت شكلهم بجد جدا، ربنا يفرحهم ببعض اكتر واكتر، شكلهم حلو قوي والله. لكن بحسب العرسان انهم ما كانوش عارفين ان الفيديو هيحقق ردود الفعل دي، واللي عملوه كان بسبب فرحتهم ببعض مش اكتر، وان اللي عملوه مش عشان يطلعوا ترند ولا الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا، لكن من فرحتهم ببعض. المفاجأة اللي كشفها أهل العرسان إن اللي حصل في القاعة محدش كان يعرفه، حتى الأهل نفسهم، وإنهم اتفاجئوا بالدخلة بتاعة العرسان واللي كانت بشكل احتفالي. مش بس كده، لكن كمان منظمي الفرح ما كانوش عارفين إن العرسان هتعمل كده، واللي حصل كان كله بالصدفة.